فوائد الموز: الموز من الفاكهة الغنية بالألياف والفيتامينات مثل فيتامين جيم، B1، B2، B6، ه ودال. بيحتوي على معادن مثل البوتاسيوم الضروري لوظائف الخلايا الحيوية والأعصاب والعضلات، وعلى الكربوهيدرات والأحماض الأمينية مثل التريبوتوفان اللي بيساعد على النوم، وبيحتوي على 3 سكريات طبيعية بتعطينا دفعة فورية من الطاقة. الموز من الفاكهة المغذية جدا للجسم، بيساعد على احتجاز الكالسيوم والنيتروجين والفوسفور، وشي نافع لبناء الأنسجة. بيعالج اضطرابات الأمعاء وقروحها، والحموضة اللي فيه بتعادل حموضة عصارة المعدة، لذلك بيوصف كعلاج طبيعي لقرحة المعدة. وبيطرد الديدان وبيعالج نوبات النقرس، بيفتت الحصى والرمل وبينشط الكلاوي وبيزيد حيويتها، بيكثف عدد النطف المنوية، بيعالج السعال والتهابات القصبة الهوائية والربو عند الأطفال، بيعالج الإمساك والإسهال والتهابات المفاصل وفقر الدم. ومن ميزاته إنه ما بيحتوي على دهون ولا صوديوم ولا كوليسترول، مفيد جدا لتخفيف الوزن لأنه بيساعد على إفراز هرمون بيرسل إشارة للجهاز العصبي بتشعر الإنسان بالاكتفاء وعدم الرغبة بالأكل. من فوائده إنه بيعالج الجروح والقروح والحروق، وبيسكن آلامها إذا هرس ودهن على الحرق أو الجرح وغطي بضمادة نظيفة. في مادة مضادة للسعة الثعبان وفعال جدا إذا دهن مكان قرصة البعوضة. من فوائده كمان إنه بيعالج الاكتئاب وبيخليك تشعر بالسعادة، مفيد للدورة الشهرية. فيا سيدتي الحامل، انسي الحبوب المهدئة وتناولي الموز قبل وخلال الدورة الشهرية، لأنه بينظم مستوى الجلوكوز بالدم فبيسكن الألم وبيحسن المزاج. الموز جيد للي بيعانوا من رفات في القلب نتيجة فقر الدم، فهو بيحتوي على نسبة عالية من الحديد وبيحفز إنتاج الإيموغلوبين، مما بيساعد على القضاء على فقر الدم. جيد للي عندهم ضغط دم مرتفع وبيحسن القدرة الدماغية وبيساعد على التركيز أكثر وبيقوي الذاكرة. بيعالج غثيان الصباح اللي بيصيب الحوامل وبيهدي الأعصاب، بفضل الغناء بغذاء بي، بيخفض حرارة الجسم، بيساعد على الإقلاع عن التدخين لاحتواء على أغذية B6 وB12 بالإضافة للبوتاسيوم والمغنيسيوم، وبيساعد على التعافي من تأثير انسحاب النيكوتين من الجسم، وبيقضي على الأرق. البوتاسيوم اللي بالموز معدن حيوي بيحافظ على توازن دقات القلب، وبيساعد على إرسال الأكسجين للدماغ، وبينظم توازن الماء في الجسم وبيدر البول. وحسب دراسة أجرتها مجلة طبية بريطانية، تناول الموز بانتظام بيخفف خطر الموت بالسكتات القلبية بنسبة 40% وبيمنع تصلب الشرايين. والموز غذاء كامل، وإذا قارناه بالتفاح مثلا فبيحتوي 4 مرات أكثر بروتين، ومرتين أكثر كربوهيدرات، و3 مرات أكثر فوسفور، و5 مرات أكثر غذاء ألف وحديد. ومثل المثل اللي بينقال عن التفاحة: تفاحة يومية لصحة أزلية، فينا نقول عن الموز: كل موز باليوم وقول للمرض شالوم. بتمنى هالمعلومات تكون فادتكم وثقفتكم. إذا حابين تشوفوا دايما أشرطة مفيدة اعملوا لي سبسكرايب، وبأي وقت فيكم تفتشوا في اليوتيوب تحت إيها بلانت كلمة وحدة تتشاهدوا أشرطة أخرى إلي. إلى اللقاء.